السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفنا اليوم نلتقي ونهدي شهادة تقدير بمناسبة الشراكة معنا في المجمع الطبي للدكتور علي محمود كوراني. هذا شرف لنا تواجده ويانا في المجمع، كذلك إقامة الدائمة إن شاء الله بتكون هنا عندنا في الإمارات، بينورنا وبيكون ويانا إن شاء الله، ونرحب فيك مرة ثانية. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم لدولة الإمارات المتحدة المحترمة، نحبكم من قلبنا بصراحة. ما شلون جازيكم، ناس طيبين وشريفين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. So, well, thanks, sir, to our clinic. We are very glad to be you are a part of our newly open center. So, I hope you'll be having a good business with you, sir. Thank you very much.